السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. بسوي معاكم اليوم تشيز كيك الكنافة بطريقة سهلة ولذيذة جدا، بيحبونها عشاق الكنافة وعشاق التشيز كيك، واهم شي ما فيها بيض ولا فيها فرن. تابعوا الوصفة. يلا بسم الله نبلش وصفتنا. بالنسبة حق قالب التشيز كيك، انا ماخذة الحجم الصغير، شوفوا حجمه مقارنة بيدي، حجمه صغير الى متوسط يعني. اوكي، حق هذا القالب احتاج 300 جرام من البسكوت الدايجستيف المطحون. اوكي، يعني هو بسكوت عادي انا طحنته، بسكوت الدايجستيف نقدر نستبدله بسكوت الشاي تقدرون، بس راح يختلف الطعم شويه. نحط على بسكوت الدايجستيف قالب زبده 120 جرام. اوكي، انا اخر شيء راح اكتب لكم هذا كله، ونعجن البسكوت بالزبدة. هذه أول طبقة، نكمل شغلنا. خلصت أنا الحين، عجنت البسكوت بالزبدة عدل، أحط البسكوت بقالب التشيز كيك ونضغط عليه، نبي طبقة متماسكة. رصيت البسكوت والقالب، ولاحظوا شلون حاولت ارتب الاطراف، لان لما نشيل الاطار القالب يكون حلو شكل التشيز كيك مرتب، حق التقديم يصير شكله حلو. بس انا ضغطته كذي عدل، الحين ادخله الثلاجة على ما اسوي الطبقة الثانية. شوفوا شنو نحتاج حق الطبقة الثانية. اول شيء نحتاج جبنة فيلادلفيا، انا مستخدمه واحده بس 180 جرام، وبحط معاها جبن كيري لان انا احب طعمه. اوكي، جبن كيري تعرفونه اكيد، بستخدم 8 حبات. اذا ما عندكم هذه الجبنه شو تسوون؟ تستخدمون 16 حبه من جبن الكيري. مو وايد بنت الهاشمي؟ لا مو وايد، لان اساسا هذه تشيز كيك يعني اساسها الجبن. اوكي، فاول شيء بحط الفيلادلفيا. عرفتوا يعني؟ يا ان تحطون واحد فيلادلفيا وثمان حبات جبن كيري، او تحطون 16 حبة جبن كيري وتلغون الفيلادلفيا. بحط الحين على الجبن جيمر. اوكي، قشطة. طبعا الجيمر المفروض الحجم الكبير، بس انا ما عندي فبحط هذا الحجم الصغير، بحط اثنين فراح يصير نفس حجم الجيمر الكبير. اوكي، هذا اول واحد وهذا الثاني. الحجم الصغير انا مستخدمه، اذا بتستخدمون الحجم الكبير واحد كافي. دائما اي شيء فيه اي كريمه فيها جبن لازم نخفق الجبن اول شيء، لان الجبن اذا حطينا كل المقادير وخفقناه راح يصير محبب، ما راح يذوب، ما راح يصير كريمي. فاحنا اول شيء نخفق الجبن الى ان يذوب، بعدين نحط بقيه المقادير. بس بضيف اضافه اخيره على الجبن، حليب مكثف محلى كوب الا ربع، يعني ثلاثة ارباع كوب حليب مكثف محلى. بخفق الجبن وارد لكم. لازم كل شوي ننزل الاطراف، اوكي، علشان نتاكد ان كل المقادير اختلطت. شوفوا الجبن شلون اختفى، صار عندي الخليط كريمي. اوكي، اخفق شويه بعدين نكمل نحط بقيه المقادير. وبس خلصنا، الحين نضيف بقية المقادير. عندي هني مغلفين من الدريم ويب، هذا مغلف. اوكي، استخدمت مغلفين، وبضيف كريمة سائلة كوب واحد او واحد يعني قوطي واحد او كرتون واحد. اوكي، ونرد نخفق. اول شيء راح نخفق على سرعة بطيئة، بعدين نزيد سرعة الماكينة عشان تصير الكريمة عندنا كذي غنية كثيفة. يلا
خفقتها على سرعة بطيئة لمدة دقيقتين. الحين بزيد السرعة. خفقتها على سرعة متوسطة، ما أدري تسمعوني ولا لا، لمدة دقيقتين. الحين بزيد السرعة إلى سرعة عالية. سوري على الإزعاج، بس لازم أشرح طريقة الخفق علشان يعني تاخذون قوام تشيز كيك نفس اللي نخبزها بالفرن، عرفتوا؟ شوفوا الكريمة شلون صارت، كريمة الجبن شلون صارت كثيفة، شلون صارت معاد كذي كثيفة، لأن كل مقاديري باردة واتبعوا نفس الخطوات راح تصير معاكم كذي كثيفة. ينن ترى أنا ما حطيت فيها جلاتين، ما راح أدخلها الفرن عشان تصك، راح أدخلها الثلاجة فراح تصك وتصير تينن وبدون جلاتين وبدون بيض، أوكي؟ بس أهم شيء إن تخلونها فترة طويلة بالثلاجة، يعني على الأقل 12 ساعة، بعدين تقدمونها، مو أقل من 12 ساعة، أوكي؟ يعني تسوونها اليوم حق باكر. الحين أنا بصب الخليط هذا على طبقة البسكوت اللي جهزتها معاكم، وبعدين نسوي الطبقة الأخيرة. طلعت قالب التشيز كيك من الثلاجة، الحين أنزل كريمة الجبن. بسم الله. تقدرون تسوون هذه الطريقة حق أي نوع تشيز كيك، يعني تبين تسوينها على شوكولات تقدرين، تبين تسوينها مثلا على فراولة، على توت، انتوا تحطون يعني الطبقة الأخيرة حسب اختياركم. أنا اليوم بحط كنافة، وايد وايد لذيذة تشيز كيك الكنافة، جربوها. اوكي، وكذي التشيز كيك جاهزة تدخل الثلاجة، بدخلها الثلاجة وبسوي معاكم الطبقة الأخيرة. عندي هني عجينة كنافة، تعرفون الباكيت اللي ينباع بالجمعيات، هذا نص المقدار، طحنته بالفود بروسيسر، خليته كذي يعني تعتبر خشنة مو ناعمة، اوكي، وبحمسها الحين بزبدة علشان نحطها كطبقة أخيرة على التشيز كيك. شوفوا الخطوة هذه المفروض أسويها باكر، لازم أنطر التشيز كيك تبرد بعدين أضيف الشعرية، لكن لأن أنا يعني علشان التصوير مضطرة أسويها الحين، فحطيت التشيز كيك بالفريزر. أنتوا خلوها بالثلاجة وثاني يوم سووا الطبقة الأخيرة. بحط هني نص قالب زبدة، هذا قالب صغير 60 جرام، يعني يعتبر نص القالب الكبير، أوكي، وبحط بس أنطر الزبدة تذوب، وبحط شعرية الكنافة، هذه تعرفونها وتنباع بالجمعيات، أوكي؟ شعرية الكنافة، إذا ما عندكم شعرية كنافة حطوا شعرية الباكستانية، ترى أنا قبل كنت أسوي على شعرية باكستانية بعد يطلع وايد لذيذ. نفس الطريقة تحمسونها بزبدة وتحطونها كطبقة أخيرة، بس طبعا بالكنافة وايد ألذ، وايد ألذ، بالذات اللي يحبون الكنافة راح يحبون التشيز كيك هذه وايد. احط نتفة زيت مع الزبدة كذي شوية بس عشان لا تحترق الزبدة، اوكي. الحين احط الكنافة. بسم الله. بس بقعد الحين احمس لين تشوقر عندي عجينة الكنافة، وطبعا لا تخلون العجينة كلش لأنها راح تحترق، لازم تقلبونها باستمرار لين تاخذ اللون الأشقر، وعلى نار هادية. أنا ما أبي أطول عليكم السالفة، خلوني أروح أحمرها أو أحمسها لين شوقر وأرد أصور لكم الشكل النهائي. ترى ما زلت قاعدة أحمس، الموضوع شوية يبيله طولة بال، اوكي، على نار هادية واحرك باستمرار. هي تقريبا استوت، لازم تستوي، هي الشعرية هذه نية لازم تنحمس علشان تستوي، اوكي، تقريبا هي استوت، بعد يبيلها كذي بدقيقتين وخلاص. هذه نحطها كطبقة أخيرة على التشيز كيك، اوكي، وقبل التقديم يعني نحطها على التشيز كيك وندخلها الثلاجة كذي بساعتين، وقبل التقديم نحط شيرة. هذا شكل
الشعرية بعد ما تحمرت. الحين أتركها تبرد تماماً، بعدين أحطها على التشيز كيك. ما أقدر أحطها على طول لأنها حارة، فراح تذوب لي طبقة الكريمة وتخربها، فأنطرها تبرد وبعدين نحطها على التشيز كيك. سهلة ولذيذة. وصلنا إلى الختام، طلعت التشيز كيك من الفريزر. طبعا قلت لكم انتوا لا تحطونها بالفريزر، سووها قبل يوم، حطوها بالثلاجة قبل التقديم بساعتين، حطوا الشعرية عليها وردوها الثلاجة، اوكي؟ بعدين قبل التقديم عقب ساعتين تحطون عليها شيرة وتقدمونها. انا لان مستعيلة عليها علشان التصوير حطيتها بالفريزر. الحين ابدي بعد ما بردت عندي شعرية الكنافة، ابدي انثرها كذي فوق طبقة التشيز كيك. شيء لذيذ جدا جدا، لازم تجربونه باكر قبل التقديم. نسقيها شيرة وبالعافية. الحين اردها الثلاجة لباكر. شوفوا، بس اعطيتها كذي ضغطة عشان نرتب شكل الطبقة الأخيرة، وبس ادخلها الثلاجة واصورها لكم ان شاء الله باكر وقت التقديم. الحين بكتب لكم الطريقة، كبشروا. يلا خليكم مع السلامة. يلا جاهزين نشوف شكل التشيز كيك النهائي بعد مرور أكثر من 12 ساعة. بسم الله. حاول نسحب شوي شوي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن الشكل النهائي، جميلة ولذيذة، لازم تجربونها. بس الحين بصب عليها شيرة وبالعافية. سلام سلم. بس قطعة منها الحين وأصب عليها الشيرة. قصيت أول قطعة، شوفوا أصب عليها الشيرة كذي. أنا أفضل الشيرة وقت التقديم، كل واحد يصب حسب رغبته. نتذوق الحين معاكم. وانا مسويتها وايد من قبل بس لازم اتذوق. بسم الله. رهيبة. تخيلوا قرمشت الكنافة، شو الكنافة كذي مقرمشة ومع الطبقة الكريمية ومع البسكوت، وايد لذيذة وايد. إذا تبونها صاكة أكثر حطوا جيلاتين، تقدرون تحطون مغلفين تذوبونهم بماي حار، بس أنا ما أفضل. عرفتوا، تذوبون مغلفين جيلاتين بماي حار وتضيفونهم بعقب ما يبرد الجيلاتين، تضيفونه حق خلطة الجبن. بس أنا ما أفضل كذي، أخف وألذ وأحلى. تبونها صاكة كذي تنقص معاكم كأنها كيكة، كيفكم، ضيفوا الجيلاتين. أنا ما أفضل كذي، وايد أخف وألذ. لازم تجربونها عشاق الكنافة، وايد وايد راح تحبونها. تقدرون تضيفون بعد حق الكريمة ماي زهر أو ماي ورد، تعطونها كذي طابع شرقي أكثر. أنا ما ضفت. أو حق الشيرة بعد تقدرون تضيفون، أنا أحبها كذي. لا بس بس أخليكم، بروح أجاب لها شيء الجميل مع القهوة العربية. جربوا الطريقة وبألف عافية، ولا تنسون تشربونها شيرة.